نروح للحالة الأولى عشان الوقت. شوف هنا لعبة من الألعاب المهمة جدا كابتن أيمن. إبراهيم نور الدين فتح زاوية رؤية واضحة جدا جدا، وهرجع تاني معلش اسمح لي بس هرجع، وهنا هنشوف وهنا تحرك إبراهيم. نمشي نمشي، هو هنا إبراهيم بيتحرك، هنا فتح الزاوية، هنا ستوب ستوب، هو هنا كابتن شايف كل اللي هيحصل، يعني عنده زاوية واضحة ورؤية واضحة جدا. شوف في المخالفة، واحنا قلنا دايما المخالفة ركلة جزاء أو الهدف اللي لم تسبقها مخالفة قبليها بيتم إلغاء ركلة الجزاء أو بيتم الهدف. نروح نشوف هنا مخالفة لمس الكرة بالإيد، هو هنا إبراهيم حسب ركلة جزاء على النادي الأهلي، ولكن هنا مع مراجعة الهدف كابتن هنا بنشوف هنا الإيد في وضع غير طبيعي، وبالتالي هنا الإيد كبرت حجم الجسم، وده خلاص إحنا بنقوله عادي. الاستفادة من هذه اللقطة بنقول للمدافعين من فضلك داخل منطقة الجزاء حاول دايما الإيد تبقى مش في الوضع اللي هو ممكن يخلي الحكم يحسب عليك ركلة جزاء او الايد بتكبر وضع الجسم. خلي دايما وانت كمدافع حريص ان ايدك ما تبقاش انت خارجه عن نطاق جسمك عشان ما تبقاش عامله بلوك للكوره. نرجع بقى للقطه بتاعت الفار. هنا حلوانه بيشيك على ركله الجزاء قبل ما بيتم التنفيذ. شوف هنا لاعب دجله اللي هو هناك بعيد خالص، يمكن سمير جمال هنا اي حاله مش عاوز اقول صعب ولا سهل، ولكن كان لابد من التمركز لسمير جمال يمين خطوه عشان يقدر يكشف ان كان هناك تسلل من عدمه، وبالتالي انا شايف ان هنا تسلل قبل ركله الجزاء، وبالتالي هنا تم الغاء ركله الجزاء، والقرار هنا من الفار 10 على 10. محمود بسوني الحقيقه طبعا محمد يوسف النهارده امتياز في الفار.